If a charge Q is distributed uniformly along the x-axis from 0 to A, a positive point charge Q is located on the positive x-axis and x بتساوي A plus R to the right of the Q. بيقول calculate the x and y component. ال y component طبعا بصفر. Of the electric field produced by the charge distribution at point on the positive x-axis. يعني لو نقطة هنا كل اتجاه الالكتريك فيلد كده، ده طالع كده وطالع كده فبيضيعوا بعض، فالالكتريك فيلد رايح كله في اتجاه الاكس فده زيرو. بس احنا عايزين ناخد بقى شريحة ونكملها عشان نجيب الالكتريك فيلد عند مسافة، ولتكن هنا مثلا هنسمي المسافة دي اكس، والمسافة من هنا لهنا نسميها مثلا ال، وده دي ال. يبقى الدي كيو بتساوي كيو اوفر اي، ده اللمدة في الدي ال، ويبقى الاي كي كيو اللي هو كيو على اي دي ال على المسافة تربيع، المسافة من هنا لغاية هنا اللي هي اكس ماينس ال، يبقى اكس ماينس ال الكل تربيع. يبقى الاي هتساوي كي كيو اوفر اي تكامل دي ال على x ماينس ال الكل تربيع الاكس، احنا بنكمل نسبة للال من صفر للاي، يبقى هيساوي k q على الاي في واحد ناقص على، طبعا ده ماينس تو يبقى ماينس، تكامله ماينس واحد على القوس اللي هو x ماينس ال من صفر للاي. يعني مرة نحط الاكس بأي فيبقى ماينس واحد على اي ماينس ال اللي عندنا، احنا بنكمل بالنسبة للال، والال من هنا لهنا من صفر لأي، يبقى الال نعوض مرة بأي يبقى اكس ماينس اي، اكس زي ما هي واي هنا ماينس ماينس يبقى بلس، هنحط الال بصفر يبقى واحد على اكس. يبقى معنى كده الاي هتساوي كي كيو على الاي في واحد على الاكس، المسافة اللي بحسب عندها الالكتريك فيلد، ماينس واحد على اكس ماينس اي، طبعا ده ايه هو ده اكبر من ده، ده قيمة صغيرة في المقام اكبر، فاحنا لو قلنا كماجنتيود كماجنتيود نعكس، يبقى معنى كده كماجنتيود للاي هيساوي كي كيو على الاي، ممكن ناخد مشترك هنا اكس في اكس ماينس اي الاول، هنا هتبقى اكس ماينس اي ماينس اكس يعني هتساوي ماينس اي، فممكن تروح دي مع دي هيتبقى كي كيو، الحته دي كلها اكس راحت مع الاكس والاي راحت مع الاي اللي تحت، يعني خلاص دول راحوا مع بعض، هيتبقى لنا تحت تقسيم x في x ماينس a. لو احنا بنتكلم على الماجنتيود يبقى كده ادي ال a. طيب هو عايز في ده البارت ايه، كل ده في البارت بي، عايز الماجنتيود and direction of that charge q exerts on q، عايز الفورس.
فالفورس احنا عندنا هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف، هيبقى يكون اتجاهه يمين، فالفورس هنضرب في كيو بس. يعني ممكن اقول كده البي الفورس هتساوي ايه؟ هتساوي كي في كيو في كيو على اكس في اكس ماينس ايه. في البارت سي بيقول لي شو لو كان الار اللي هي الاكس بتساوي، طبعا احنا اكس نشيلها نحط مكانها ايه بلس ار، فممكن نقول كده كي كيو كيو ده ايه بلس ار، وهنا ايه بلس ار ماينس ايه يبقى ار. طيب في البارت سي بيقول لي لو كانت الار اكبر من الاي كتير، يعني احسب لي الفورس او اثبت لي ان هي بتساوي كده. الفورس هتساوي كي في كيو في كيو تقسيم الاي راحت خلاص يبقى ار سكوير. طب هو كاتب ايه؟ الحته دي كي، يبقى كي فوق كيو كيو اللي هي دي على الار سكوير زي ما هو طالب.